تسليط الضوء على الموضوع. ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي من القاهرة. سيد عبد الملك، يعني ما المفترض أن ينتج عن تقارير هذا المراقب الدولي الجنرال كامرت باتريك كامرت؟ هو بطبيعة الحال يرصد هذه الاختراقات أو الخروقات التي يقوم بها عناصر الحوثي بين الفينة والأخرى لهذه المدينة التي دخلت في الهدنة أو تحت الهدنة الآن. علشان نقيم ما هو المفترض أن يقوم به المراقب الدولي أو هو رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال باتريك كامرت، لابد أن نعرف المهام الموكلة إلى هذه إلى فريق إلى الفريق الذي يقوده باتريك كامرت، حتى يكون التقييم بناء على مصفوفة أهداف معينة ومصفوفة مهام. المهام الأولى الموكلة إلى الفريق وهي الأساسية، وهي مهمة إعادة الانتشار، بمعنى خروج الميليشيا الحوثية من ميناء الحديدة ومن ميناء رأس عيسى ومن ميناء الصليب، وهذه المهمة رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة، كلها تترتب من أجل هذه المهمة. عفوا سيدي، ولكن إعادة الانتشار الأمر الآخر وهو لأي مجموعة تقصد، للمراقبين أم لمن تحديدا؟ لا، إعادة انتشار القوات المتمركزة في الميناء، يعني انسحاب القوات الميليشيات الحوثية من ميناء الصليف وميناء الحديدة ومن ميناء رأس عيسى، وانسحابها من ميناء الحديدة من مدينة الحديدة، وإعادة تمركز القوات المسلحة اليمنية حول محيط الحديدة. تقصد يعني مراقبة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في سقف؟ نعم نعم نعم، التنفيذ، وهذا ما تم الاتفاق عليه، ليس المراقبة لا، وإنما فرض التنفيذ خلال 21 يوم كما نص القرار 2451. المسألة ليس للرقابة، وإنما هو من أجل تنسيق إعادة الانتشار. طيب، يعني الشغل على الأرض ليتم سحب القوات بوجود هذا الفريق. طيب، وبناء على ما تقول سيد عبد الملك، نعم، يعني ماذا في حال رفض الحوثيون الالتزام بما تم الاتفاق عليه ورفع الجنرال باتريك كامرت تقريرا يفيد بعدم استجابتهم لذلك؟ طيب أخي محمد، قبل أن نستبق الإجابة على هذا السيناريو، لابد أن نكمل المهام الفريق حتى تتضح للمشاهد الكريم. سيدي، الوقت للأسف الشديد ضيق جدا في هذه النشرة والمخصص لهذه المقابلة. أعتقد يعني مفهوم مهمة المراقب أو اللجنة التي ذهبت إلى اليمن، ولكن لنتحدث فعلا عن السيناريو التالي إن تم رفع تقرير يفيد بعدم الاستجابة من قبل الحوثيين. السيناريو التالي هناك، دعني أعود بالمشاهد الكريم بكلام كنت ذكرته قبل شهرين، إنه الذي دعا، يعني هنالك تغير في المزاج الدولي تجاه القضية في اليمن بضرورة إنهاء الصراع. وصل إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا أحالت ملف الصراع في اليمن إلى وزير الدفاع الأمريكي، إلى البنتاغون، وليس إلى وزير الخارجية. وزير الخارجية ذكر أنه إنهاء الصراع، إن الصراع، استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديد للأمن القومي الأمريكي. القرار 2451 يؤكد أن استمرار الصراع في اليمن ما زال مستمرا في تهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وهذا ما يتوافق مع التصريحات البريطانيين والفرنسيين والأوروبيين عموما. وبالتالي إذا الحوثيين لم يجنحوا للسلم كافة، فهنالك عصا غليظة ستوجه ليس فقط للحوثيين، بل تذكروا هذا الكلام، سيكون هنالك عقوبات موجهة لإيران على اختراق قرارات مجلس الأمن وإمداد الأسلحة للحوثيين. والأمر الآخر وهو الأهم، أن الضغوطات التي مورست على التحالف العربي وعلى القوات المسلحة اليمنية لإيقاف المعركة هنا ستتحول إلى ضغوطات وإلى إسناد ودعم لعمليات التحالف العربي والقوات المسلحة اليمنية لإنهاء الانقلاب بالقوة المسلحة. واضح تماما، وضحت الصورة. أشكرك جزيلا على هذه القراءة، المحلل السياسي اليمني عبد الملك اليوسفي على الهواء مباشرة من القاهرة.